الآن سنرى دالة التايب ودالة الايدي. دالة التايب هي تجلب لي نوع المتغير، ودالة الايدي يعني تجلب لي الايدي الخاص بالمتغير في الميموري. اوكي، مثلا سأقوم بإنشاء متغير x يساوي مثلا 5. انا اريد نوع هذا المتغير، هل هو انتجر او فلوت او سترينج. اوكي، استعمل دالة التايب يعني النوع، اقوم بكتابة برنت ثم اقوم بكتابة تايب بهذا الشكل، وافتح القوسين واقوم بوضع المتغير x. ساقوم بتشغيل الكود. قام بطباعة كلاس انت، يعني هو ينتمي الى كلاس الانتجر. اوكي، يعني الاكس ينتمي الى كلاس الانتجر لان 5 عبارة عن انتجر. الان ساقوم بتحويل 5 الى 5.6 مثلا. الان سيقوم بطباعة الكلاس هو الفلوت، يعني تم تحويل الانتجر الى الفلوت. اوكي، الان دعني اقوم بوضع مثلا هنا بايثون 3. اوكي، سيقوم بطباعة يعني string، هو عبارة عن string، او ساقوم بطباعة مثلا false، سيتم بطباعة bool يعني boolean. اوكي، الان سننتقل الى دالة الid. دالة الid يعني تجلب لي الid الخاص بالميموري التي يعني تم وضع المتغير فيها. اوكي، مثلا ساقوم بطباعة 5 هنا، وهنا ساقوم بكتابة id. اوكي، ماذا سيقوم هذا؟ يعني الرقم او هذا الرقم يعني هو خاص بالاكس بالمتغير x. مثلا ساقوم بطباعة مثلا while يساوي while مثلا يساوي string بهذا الشكل، يساوي هو فهو عبارة عن متغير عبارة عن string. مثلا python. اوكي، الان ساقوم بطباعة print id الخاص للوايل. كما ترون يعني الرقم الاول هو خاص بالاكس، والرقم الثاني او العدد الثاني فهو خاص بالوايل، يعني الid الخاص بالميموري لهذا المتغيرات. اوكي، يعني هذا كل شيء، يعني فقط التايب لنتاكد من ان هل هذا المتغير هو عباره عن انتجر او عباره مثلا عن سترينج او فلوت، والid فقط يجلب لي الid الخاص بالميموري يعني لمكان يعني موضع المتغير في الميموري.